توب أكتو. ساعة تونسية اللي تدمر منزلها جراء القصف في لبنان فرحانة غدوة قال تنتظر بفارغ الصبر الوصول بأمان إلى تونس لأنه خطوط الجوية بأمر من رئيس الجمهورية تؤمن رحلة لإجلاء 260 تونسي من لبنان وحتى عائلاتهم كما طلبت المرأة اللي حدانا يعطيهم الصحة. شكرا على تفاعل وشكرا على الرياكسيون. معناتها توانسة باش ينجموا يروحوا غدوة مطران عشان كان عندك والله يعطيهم الصحة تعلق على بيا. الدولة في يلزمها تكون في المواقف هذه والأحداث أي قلت كنت تحب تعلق على بيا. لا مش لا 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 مشكلة يا بلال يروح يتفرج بعد يتفكرها يجي غدوة يقول له كيفاش قلت لك هيك مطران. شنو رايك في الكلام اللي قالته بيا؟ انا نوف عندنا مئات شجرات مالين الزيتون. فهمت انا فهمت حكي نرجع للزيتون حبيت نرجع للزيتون ارجع للبنان. طبعا نوف الدوله يلزمها تكون في مثل هذه الاحداث والمواقف سباقه في اجلاء الجاليه نتاعنا في لبنان وتحمي مواطنيها. والشيء اللي عملته الدوله والله يذكر فيشكر وبدره طيبه جدا وان شاء الله يروحوا لنا سلامات وربي ينصر. وذي مش غريب راهو على دولة تونسية معني دولة ايه؟ تونسية راهو ديما سباقة في الحكاية وديما مش غريب وهذه واجب هذيك بس ايه مش غريب فما دول أخرى انت دولة تحمي بلادك مش غريب هو بلال 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 هي قالت مش غريب يعني حمس تشكر شنو مشكلة مش غريب كيف منرفز انت انتوكا مريم ما نشوفوش النقاط الإيجابية انتين حتى مواطن انت شي مواطن واحد في استراليا شعلة الدنيا في بيننا بيه ويجي اما كي عملوا حاجه بيا نقولوا بركه لو فيكم ماني. مريم اللي كلمناها باش تجي هي وعائلتها كما قالوا فما رحلتين نوفل هما العدد وصل ل 500 دونك رحله تلزم 260 وفما اولويات فما مركب مهاجرين في جربة غرق ثلاثه رضع من بين الضحايا لا حول ولا قوه الا بالله بيه. شو وين وصل اليأس معناها؟ الضحايا هم 5 رجال و3 رضع و4 نساء. هذا قبيلي توا حصيلة حادث غرق 15 ضحية لقاو 3 جثث أخرين دونك جثث من بينها أطفال ونساء تم انتشالها أثر عملية تمشيط. 4 فرق غطست يعطيهم الصحة شاركت في عملية البحث وخافرات ومروحية تابعة الإدارة العامة للحرس البحري دونك توا الليل باش تستأنف غدا صباحا. وفما زوز من منظمي الحرقة هاربين تو نحكيو عليهم. النيابة العمومية فتحت بحث دونك خلي نقرا لكم فيسا حسب التاب دونك المركب تم انقاذ 29 شخص الحمد لله وانتشال الى حد الان الاخبار جديد 15 جثة رقم قياسي لم يسجل حتى في السنوات الاولى للثورة. اكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم او في عدد المفقودين خلال 2023 خلال السواحل التونسية رغم اللي السلطات التونسية في عام 2023 أحبطت 600 محاولة الهجرة السرية ومنعت 80,000 مهاجر من بلوغ ضفاف أوروبا ولكن مأساة وزوز حراقة كالعاد هربوا وما نعرفش يصير فيهم الحراقة ما نتبعش ما يظل يشدوا شهر حبس ويخرجوا لما فهمتش معناتها الناس تحرقوا. أما يقعدوا في بليل أنا اللي قهرني شنو قلتها قبل يا خويا تحب تحرق وحدك هذاك بدنك ربي عطاهولك امانه تحب تنتحر انتحر اما تهز معاك امراه ولا بنيه وتهز رضع بالعاني باش تاخذ وراقك غادي راهو شوف لا تقول لي ابوه ولا امومه يتاجروا بصغارهم لحظه توا خلينا نكمل ايه توا اللي يسافر في بلد اوروبي برضيع ولا بيبي يمنع تفضل اتلهى واعتني بيه وياخو منح وياخو فلوس وياخو منح وغيره معناتها راهو بو هز ولده رضيع اشهر عمره ماهوش بشر يا خويا انت ترمي بنفسك الانتحار حياتك انت حر اما مراه تهز بيبي ولا راجل يهز بيبي فهذه قمه اللا احساس ولا وعي. انا اصدم معناتها انا يا خويا حسي لوبيل تفضل انا ممكن نقول يا خويا برا احرق انت حتى في حاجه في اقل مشكله انت ساعه الراجل هو اللي يتحمل الضربه الاولى معناها برا احرق انت يا خويا بالك كان خلط سهل عليك ربي وعملت اوراق بعد خلط عليه صغارك خلطهم عليك ووقتها تولي امور قانونيه اما خويا تصدم
يصدم بالطريقه هذه بيبي يا خويا حرام. حرقه حرام. بين 3 و7 سنوات سجن، وانا اقترح 70 سنه سجن. صحيح. خاطر بين 3 و7 يخرج بعد 3 يعاود ينظم حرق اخر. هما شنو يعملوا؟ انا وفي كلهم الرضع يا مطران. إيه اطفال طبعًا. نساء شنو هذا؟ راهو عدد النساء ضعف في 5 سنوات من اللي كنا 20 امراه تحرق ولينا نجي 5000 امراه. راهو تضاعف برقم رهيب. انا باهت في حاجه برك. نوف اللي يدفع للحراق هذا 15 مليون ولا 10 ملايين، ما ينجمش يعمل بهم مشروع صغير في تونس؟ ينجم كان يحب يتصرف ويتحايل على الدنيا. لكن اللي صاير طموحاتنا جنحت. ومعتقدين انه الضفه الاخرى هي الجنه الموعوده. تو يكون في تونس في امن وامان. هو نحكي لك، انا نحكي لك ريت الظروف نتاع الحرب نتاع لبنان في نهايه الامر شكون التجؤ؟ لحظه. التجؤ للوطن نتاعهم. ترى انت راه جاوبني. معناتها فما 80% من الشباب يحب يغادر تونس وانت تقول لي البرا مش امن وامان. يلا جاوب الشباب تفضل. ماذا بيا الشباب تصبروا على مكاره الظروف وتجتهدوا في بلادكم. راهو البلاد الضفه الاخرى اللي وراء البحار ماهيش الجنه الموعوده. تصبروا شويه والناس صبرت كما برشا ناس، وعيش كما الناس واقل من الناس وخير من الناس. الطموحات المجنحه هذه ساعات تؤدي الى المهالك. عمناو المطران. ايه. 500 اسرة حرقت بأكملها. راجل ولاده ومرته. صحيح. مرأة وراجلها ولادها. باش نحكي لك حكاية. حرقوا بأكملهم بلال. معناتها واحد يهز ولده وبنته ومرته. باش نحكي لك حكاية. ديسكور شوية بتاع اصبر واحد نتاع بيع الوهم. مطران انا عمري 35 سنة وبطالش باش نصبر. ما فماش تصبر مطران. مطران باش نصبر. باش نصبر. انت خاطرك مترسم وتخدم. قول لي اصبر. انت مترسم عندك 35 سنة تخدم. يا ودي مش انت تجبد لي في حاجة ما تجبدش ما تقارنش عايش خويا. ما تخرجش. تبان لك انا عايش في النعيم ولا في الجنة. هكا دونك هو باش يمشي. انا صابر على كل شيء وقنوع. شنيا بالك احنا واحد بالك ناخذ في الملايين انا لا 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 تخدم يكون نقول لك على شهريتنا احنا في 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 الصحابه تقعد بيه شبيك وانا ساكتين والحمد لله اقل من الناس وكيف الناس غير من الناس فما ناس حلمها انه يعرس حلمه يعمل كهرباء حلمه يعمل ده من حقه ما حق توفروش الدوله شنو النتيجه شنو شنو النتيجه بلال النتيجه بحار بحار تبلع وامواج تدفع يريسكي بحياته الله غالب شويه صبر انا شويه صبر شنو قال علمونا اصبر احنا علمونا اصبر الرقم الغريب 800 امراه عمناو خلطوا لايطاليا بحرق يا نوفل ما مريناش حتى صغار يا اخي يا بلال انا ماشي في الطريق في خسرال توجي عام ولا اكثر شويه وندت عليا ام وبنتها سي ماتران قلت لها مرحبا بك شكونك انت؟ قالت لي انا كل حرقت لايطاليا كل البنايه الصغيره هذيك مشات وحدها لايطاليا يا سي نوفل وصلت وحدها ورجعت وصلت وحدها وعندي تصور معاها سالت البنيه قلت لها بها ايطاليا تحب ترجع لها؟ قالت لي نحب نرجع لها، قلت لها علاش؟ قالت على خاطر عطوني الحلوى ووكلوني ما نعرف شنو. ريتك الحاجات البسيطة يلزم الدولة تتفطن لها، كل الوليدات الصغار ما تخليهمش يجوعوا، ما تخليهم ما تمنعهمش على بعض الحاجات باش يكبروا بها بطفولتهم، شوية حلوى، شوية عناية، شوية ما نعرفش كراتب، شوية كذا، راهو كل الوليدات الصغار راهو. ريت بعد مدة نكونوا جيل يقنع بكل شيء في تونس وما يسلمش في بلاد مطران 100% من اللي نجحوا متميزين في البنك يحبوا يسافروا لبرا وسافروا لبرا اليوم الهجره راهي مش مطران انت تتحدث خلنا تفضل تفضل خلي ايه مع مطران تفضل انا بكامل صراحه يا انا نحترم رايك سي مطران نحترم رايك ونحترم انا اصلا نحير في المواضيع هذه والله خاطر تونس نحبوها كومين والله العظيم العظيم نحير كي نشوف عبيد ميتة في البحر رخينا نحب ولد بلادي ولا نسي بلادي ولا ببيات كيما كيكا معناه في البحورات وميتة وكل عام نسمعوا بالالاف حارقين اما لو انت تحكي راهو وصلنا لقمة اليأس يا سي مطران في البلاد راهو ما تشوفنيش انا ولا غيرك ولا ولدك ولا جيرانك عايشة راهو فما عبيد عايشة بربي خليني نكمل راهو فما عبيد عايشة تحت الصفر نعرف راهو فما عبيد كيما قلت لك بليل 40 سنة لخدمة لشهرية لعرس لكهرباء انا معاك يا سي مطران يا اخي وقتاش يعملها العيشة وقتاش يعيش وقتاش يأسس أسرة وقتاش يجيب صغار معاك انا علاش النادي بعدالة اجتماعية يلزم عدالة اجتماعية احنا فما خلل اجتماعي كبير فما ناس لاباس عليها وناس فقيره ما يجيش علاش قلت انا قداش مره يلزم يسدوا كل هو العقليه يلزم يسدوا كل هو يلزم نظام اقتصادي اجتماعي لحظه خلينا نقول لك حاجه اخرى العقليه نتاعنا في تونس عندنا عقليه الحجره ميساج اونتر بارونتيز خنقولها اليوم العبيد هذوما اللي حرقت لايطاليا يرضى روحه يخدم دهين غادي
ويخدم نجار ويخدم حتى برويته في شارع وما يخدمش في تونس على خاطر الكرامه نتاع المواطن التونسي اليوم يحقروه، ما عندوش كرامه، يولي انسان كأنه يتصور. دونك اقتراح سي عبد الحميد، ما هو الاداره التونسيه شنو مشاكل الحرقه؟ انا سي نوفل كاداري مالاش بجاوب كان غدوه غدوة تو مسكرين. انا خليني نحرق المثال هذا. انا المثال هذا نمشي للبلديه نقول راهو مش معقول، راهو مضمون نقعد عليه شهرين باسبور، ثلاث اشهر بطاقه تعريف تضيع، نقعد شهرين باش نجبدها الخدمه ما قدرتش نخدمها. انا شو البلاد هذيا نحبها برشا. انا ما نلقاش حد في البلاد حد يشوف حاجه اخرى. غلط حرق غلط هذا جملة حارقة. لحظة ما تنجمش تلوم إنسان قاعد يبحث عن فرصة بخير. لا بلال ما تنجمش تلومه بلال، ولكن نجمو نحبو تونس هذا. ما تنجمش تلومه، هو اللي يحرق ما يرجعش، ما هو يمشي يكون ويرجع. وليد يحب تونس وما يحبش الناس تخرج. بالضبط ماذا بيا انا واللي قدمت مطلب هجرة. لا غالبا كذا بعد وليد ربي. لحظة انا ممكن نطلب حاجة من الدولة، انه تو انا البلاد هذيا نحبها. تو البكري كي قلبي ليل بعثوا وكل شيء قلت هذا مش غريب على تونس، خاطر بلادي نحبها ونعرفها تعمل حاجات بيا والكل. ولكن اليوم الشباب وحتى مش شباب، نحكيو على 40 سنة مع مرته وصغار وحرق قاعد يضمن في مستقبل. انا كونتر تهزب بيت خاطر انت تحب تاخذ لي بابي، جو سوي كونتر، انا مانيش مقتنعه، فهمت؟ اما اليوم علاش؟ على خاطر الدوله ماهيش موفره ابسط الحاجيات الاساسيه للعبيد. وثاني حاجه انا كنحب نعمل مشروع في تونس. الحاجيات الاساسيه لحظه نحكي على الماكله والصحه والتعليم. بمعنى في الدول المتقدمه اللي تمشي مريض تداوى بلاش، جيعان تاكل بلاش، بطال تخدم او تعطيك الدوله منحه لانك بطال. هذوما راهو البازيك اللي كل السياسيين بهبروا بهم. جوستمون وعود فارغه، وعود واوهام ومشا اقتراحات ما لقاو حتى حل. باش يكون نقاش ماناش باش نلقاو فما برشا حكايات ماناش مش باش يكون نقاشنا ايجابي. تفضل. احنا نشخصوا الحاله ونعطيو الحلول. انا كي قلت لك انا النظام الاجتماعي راقي، راهو حتى الدوله تواصل في مستوى معين بلا مشاكل بلا حد شيء. شنو تعمل؟ انت قلت نظام اجتماعي، كلامك صحيح 100%. انا شاب باش نسالك دونك كونتر توم، من هنا اللي نتعمل نظام الاجتماعي نحرق؟ ما تحرقش. اي ليه ما تحرقش؟ خاطر النظام الاجتماعي هذا اذا بداوا السنه يعملوه بعد 7 سنين. شوف يا نوفل، هي شنو قالت؟ الغالبيه اللي مشيو يهاجروا يمشيو يخدموا في الفلاحه، طماطم ما نعرف شنو، ينحيوا الطماطم الفلفل الى اخره، والا إذا سدت في وجهه الأبواب يمشي الممنوعات. وهذا لا صحيح، وإلا فما صنعة يعيش الجحيم، وفما اللي عنده صنعة دهين، وفما اللي يخدم في صنعة ألمنيوم. شوف الدولة يلزمها تعمل تكوين مهني يا نوفل، ترجع قيمة التكوين المهني. هذيك علاش قلت لك عندنا مونتاليتي الحجرة في تونس، هذه مع الهجرة الإيجابية. فما دول طالبة التقنيين هذوما، لي تكنيسيان هذوما، الدولة يلزم ترسكلهم في بلومبي ما نعرف شنو، يصلح التلفاز، يصلح ضوء الى اخره. ثم اللي يخدموا في الفلاحه على اللي زعبار 80 يورو لبرا، في تونس 15000. 15000 ريت علاش كي قلت لك مونتاليتي الحجره، مش مونتاليتي الحجره. لحظه 80 يورو لبرا يا حشبي، اي في تونس 15000 تعرفش متى 80 يورو معناتها 300 وقريب 400 دينار. الدنيا الكل فلوس يا اخي. لا يا ودي بس في التراب، انا مترا انا باش نعمل عائله باش نعيش. انا كيماني شنو هو مترا؟ ثم بلاد مترا ثم بلاد فلوس دنيا فلوس ما الدنيا شنو هي. انا ضد الشيء هذا. ثم يا نوفل عندنا اراضي مسيبه، اراضي فلاحيه اعطيها للشباب. ايش قلت لك انا دقه؟ قلت لك الدوله برا اسال الشباب. تو انا عندي برشا اصحابي، انا منهم شعبيه، برشا اصحابي بطاله رفيق. يا ودي الدوله تحبك فقير، ما يلزمش الدوله ما تحبكش تستاهل، ما يلزمش يكون هذا، ما تخاف من، ما فهمتش انا. الدوله عندها مشكله مع الانسان اللي يولي عنده لباس، اللي يولي عنده فلوس، مشكله عويصه في مخاخه ما حبش تتنحى. الدول الاخرى الكل تدعو في المواطنين والشباب باش تولي لباس بها، باش تخترع، باش تعمل مشاريع. نعطيك ابسط حاجه برخي يا بليل، بليل سامحني نمشي معاك. شوف لي واحد من الحرقين هذوما، نمشي انا وياك البنكه نهزوه ويمشي البنك، نقول لهم يا خويا راه عندي مشروع مثلا باش نحل كافيتيريا، سبونسوريوني يا خويا وعملوا قسموا لي تو يا بليل. مش كافي خرجوك من البنك، يلزم يا بليل، وكان عطاوك ما يمرمدوك في الادارات. باش نعطيك حاجه اخرى انا قاعده نشوفها في جينيراسيون تاعي، هي حاجه تضحك مش نورمال. البيتكوين
بيتكوين اليوم بيتكوين برشا من جينيراسيون تاعنا في تونس انا صحابي قاعده تكون مش نورمال البرة في دبي وفي فرنسا في المانيا في ايطاليا حبيت خدمه وما لقاتش خدمه بطاله عملوا فلوس في البيتكوين وعملوا مشاريع في تونس اليوم وحلوا برشا مشاريع وقهاوي وتجار الرقميه الكل فما بلوكاج انا اليوم في تونس عندي بلوكاج فما بلوكاج ربي خلينا نقول لك حاجه برك مطرح يلا نص اقل حتى اقل من خيط من الزمن الجميل ابائنا كيفاش كانوا كيما ظروفهم صعيبه ماهيش صعيبة كيما هكا السيماتران ماهيش أصعب من هكا أصعب من هكا عشرة المرات لا مطران عايش خويا عايش مطران يهديك أنت ميزك تقولها تقول الدنيا توا صعبت معناها أنت خلي لحظة لحظة أبائنا كانوا يسافروا من غير فيزاها مطران خليل قداش عمره؟ عمره 25 سنة 25 سنة أنت تتصور خليل يخلط عمره 32 سنة عنده دار ملك وكرهبة ملك ومعرس وحال العائلة صعيب شوي صعيب برشا مو صعيب شوي كيف عليه كان يمشي البرة كان يخرج يخرج برا كان يخرج يخدم مين يكافح قبل انت عمرك 30 سنة انت عمرك 30 سنة عندك دار وكرهبة ما تنجمش ما تنجمش كلمة راهي ظاهرة عادية جدا راهي ماهيش حكر على تونس راهي هي الحياة كيكة تمشي تهاجر من الدولة الفقيرة باش تزوج على الحياة السعيدة الحرقة حاجة باهية لحظة الحرقة لازمنا لحظة لازمنا نكونوا ضد الحرقة وخاصة أنا هاجر بطريقة شرعية ممكن فوالا الإنسان اللي يحرق ومعاه ولده باش ياخذ به الأوراق ولا باش يضمن اختر. هو ليس إنسان بعد ولدك على هذا ليس إنسان واضح واضح يلا شي أسف استشهاد حسن نصر الله هذا فيتير شكرا باش يلخص الحكايه وكيفاش تمت والاوقات والتفاصيل تعرفوا حتى باش نحكيوا على حسن نصر الله نبداو مرعوبين لانه مانعين في الانستغرام